معايا يا جماعه. يمكن انا عايز اقول ان رمضان كريم على الشعب المصري كله بجد، يعني بيحس بالفرحه دي المسلمين والمسيحيين، يمكن المسيحيين كمان قبل المسلمين. كل سنه الناس طيبه وهم ايد واحده. سعيد ان انا في اسكندريه بقى كتير، والله ما جيتش اسكندريه في الجو الجميل ده، جو اكتر من رائع في رمضان، حاجه جميله. يا رب تكون مناسبه كل سنه بجد نتجمع فيها ونتجمع الاصدقاء القدامى، ففرصه كويسه، واتمنى ان شاء الله التوفيق وتبقى دوره حلوه ان شاء الله. احنا عشنا بقى لنا كام سنه الفتره الاخيره دي ظروف فيها تعصب في كل شيء، يمكن لما الامور بتهدى والامور بتستقر بنشوف مصر الحقيقيه على حقيقتها، فدي فرصه كويسه. انا عايز احيي كل الناس اللي موجوده، كمان الجماهير حاجه رائعه، يمكن نفسي اشوف الجماهير ده في الدوري الممتاز، يعني لما يكون جماهير مصر بتحب الكوره لدرجه في دوره رمضانيه قاعدين بيتفرجوا، فان شاء الله نفسنا نطلع بقى من الكلام اللي احنا فيه ده، واعتقد قريب قوي ان شاء الله. لكن بشكل عام مبسوط اني بقابل زمايلي القدام، واديك شايف الجو جوه الملعب، جو فيه الفه كبيره جدا وحب طبعا، ودي عاده رمضان، فان شاء الله ربنا ما يقطعش عاده علينا. كل سنه طيبين وكل اسكندريه طيبين، ونادي سبورتنج متعودين احنا كل سنه نكون هنا موجودين، دوره جميله جدا حاج عامر حسين ونادي سبورتنج، فانا سعيد جدا ومبسوط انا موجود في الدوره. بنحبك كابتن، معانا كابتن، معانا نخبه طبعا من لعيبه الاهلي والزمالك والاتحاد والاولمبي وانديه اسكندريه، فحاجه جميله جدا، انا سعيد جدا. بحب الكابتن جدا، وانا اهلاوي اصلا، بس الوحيد اللي زملكاوي بحبه في البلد حضرتك. كابتن كريم حسن. لا الحمد لله، يعني كلهم الحمد لله، برنامج في اسكندريه هنا الناس بتتفرج كلها الحمد لله ومبسوطين، وانا بحبهم كلهم. الله اكرم طبعا كابتن احمد، ويوم جميل النهارده معانا يعني كوكبه كبيره جدا من الاهلي والزمالك، وانا عايز اقول حاجه كويسه قوي، يعني احنا في شهر رمضان وكل سنه طيب وشعب مصر كله طيب والامه العربيه كلها طيبه والمسلمه، عايز اقول لك هي دي الرياضه، يعني النهارده لما تبص تلاقي لعيبه الاهلي مع الزمالك مع سبورتنج، ده شيء جميل قوي، نفسنا نتحلى بكسبها. اولا احنا بقت عاده كابتن كاس كل سنه بقت عاده، الحمد لله الحاج عامر بيجمعنا على الخير، وسعيد جدا ان انا مع كابتن احمد الكاس، هو ده التواصل بقى. طارق مصطفى طبعا دخيل علينا، يعني ما لسه جاي. الحمد لله على السلامه، رمضان كريم في مصر. الله يسلمك، بس انا عايز اقول لك حاجه، احنا كسبانين الاهلي اخر ثلاث مرات خماسي. لا يعني لا، احنا دلوقتي مش في الاهلي والزمالك، احنا دلوقتي لا، ما انا عايز اقول حاجه بالعماره ويا ابراهيم بس عشان انا كنت جاي النهارده اهلي وزمالك، فهم بعدوا عننا النهارده، بس انا عامل ماتش اهلي وزمالك في الزمالك، افتتاح الملعب الجديد ان شاء الله بعد اذن المستشار رضا منصور، عاملينه في الاستاد طبعا. يا كاسو انت كابتن الزمالك وكابتننا كلنا. كابتن خالد بيبو ينضم للمجموعه، كل سنه طيب، رمضان كريم، اسكندريه دار. انا بس عايز اسلم الكابتن احمد، وحشني جدا جدا. ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ تمام. اسعد جدا ان انا النهارده يعني موجود معاكم النهارده في اسكندريه، طبعا ده بقت عاده بالنسبه لنا، والواحد يعني برمضان بالنسبه لنا تاني يوم ده لازم نكون موجودين، وسعيد جدا شفت كابتن احمد وبحبه. بيبو على طول متواجد هنا، احنا خلي بالك احنا جايين هنا عشان كابتن عامر حسين، يعني هو مجمع الحبايب، ومجمع الاهلي والزمالك وسبورتنج ومجمع مصر كلها، فانا بقول لك يوم جميل قوي قوي قوي، طبعا زاد حلاوتها اكتر بنجوم الاهلي والزمالك. حاجه جميله قوي الحاج عامر عملها بصراحه النهارده في نادي سبورتنج، ان الناس كلها القديمه اللي لعبت مع بعض تتجمع النهارده، سواء نجوم نادي الاتحاد او نجوم نادي الزمالك او نجوم النادي الاهلي اللي موجودين دلوقتي، اللعيبه كلها كبيره ولعيبه كلها بنحترمها وبنقدرها، فيعني حاجه سعيده قوي، والواحد مبسوط جدا ان هو في وسط النجوم دي، ان حتى كمان الناس يعني تحس ان في حاله ترابط وحاله اهتمام كده وحاله حب وموده رجعت تاني من خلال الحاج عامر حسين ومن خلال نادي سبورتنج.
الحمد لله يمكن افتتاح الدورة المدنية، يمكن بقالنا 30 سنة في الدورة المدنية في نادي سبورتنج، ويمكن دي عادة كده دايما تاني يوم رمضان بنقدر نجمع أكبر عدد من النجوم المحبوبين اللي بتحب أعضاء النادي كلهم بيحبوا يشوفوهم طبعا، واللي هم مميزين بلعبهم وأخلاقهم واللي قدوا المنتخب مصر. ويمكن المجموعة اللي موجودة النهاردة طبعا مجموعة الحقيقة يعني فكرتنا بالأيام الجميلة اللي احنا كنا في السن اللي احنا بنحب نتفرج على النجوم ديت. والحمد لله حضرتك شفت الروح اللي بين اللعيبه وال بين المنشور بقى زمالك واهلي نجوم مصر كلهم لما قابلوا بعض ازاي قدام الناس دي كلها وقدام الملعب وكله والاعضاء والولاد الصغيرين، ما تحسش مين بيلعب وكان فين، كلهم نجوم مصر الحمد لله. وان شاء الله ربنا يديمها كده وتجمع الحبايب كلهم الحمد لله. يعني الحمد لله طبعا على ان تاني يوم رمضان وفي ناس كتير من النادي برضو مش موجودين عشان خميس وجمعة، انما الملعب مليان برضو. والحمد لله ان احنا عملناه يوم جمعة لان ده اليوم الوحيد اللي انا فاضي عشان مباراة الدوري الممتاز طبعا، وفي نجوم اعلام كتير موجودين في الملعب، فعشان كده قلنا نختار اليوم برضو اللي عندهمش شغل فيه فنتعبهم حتى في يوم الراحة. وطبعا بشكرهم كلهم ان هم في يوم الراحة جم، خاصة الكابتن كريم شحاتة طبعا والكابتن اسلام صادق مش عايز انسى حد وكابتن وليد وكابتن خالد بيبو كلهم لهم استديوهات وكابتن هشام حنفي، فالحمد لله انا بشكرهم وبشكرهم شكرا جزيلا ان هم اسعدوا الاولاد واعضاء النادي. كل سنه وانتم طيبين، دايما وابدا سعداء بوجودنا في نادي سبورتنج. احنا دايما مواظبين على افتتاح الدوره بشكل سنوي، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لكل الفرق المشاركه. دايما بنيجي كمان عشان حاج عامر حسين طبعا من الناس الجميله والناس المحترمه اللي احنا بنحب نشوفها دايما، ودي حاجه طبعا مش جديده عليه، هو دايما وابدا بيدعونا في افتتاح الدوره الرمضانيه لنادي سبورتنج. وانا دايما بنيجي عشان نستمتع ونشوف كوكبه اسكندريه الجميله اللي احنا كنا بنستمتع بيها وهم لعيبه، ودلوقتي طبعا بيتقال علينا القدامى، فانا بنبقى سعداء جدا ان احنا بنستمتع مع بعض في مثل هذه الاحداث ومثل هذه الدورات كده. وان شاء الله باذن الله دايما وابدا يكون في لقاءات زي كده سواء في رمضان او غير رمضان يعني. اولا كل سنه وانتم طيبين وكل المشاهدين بسعاده وخير يا رب. الحمد لله النهارده افتتاح دوره، يعني احنا جايين كلنا نستمتع، كل لعيبه مصر، كل الصحفيين، كل العالمين. الجو حلو قوي في رمضان، متعه بنستناه كل سنه مره، فما شاء الله النهارده حاجه تفرح بصراحه. وانتم طيبين، وبنشكر الحاج عامر طبعا حسين على اليوم الجميل ده، واحنا متعودين نكون عليه كل سنه مع نادي سبورتنج واهلي اسكندريه. بقول لهم كل سنه وانتم طيبين ومناسبه شهر رمضان ان شاء الله. رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وكل الامه الاسلاميه والعربيه والمصريه بخير. بشكر كل المنظمين على البطوله، بشكر الحاج عامر حسين، بشكر كل النجوم اللي جت سواء من الاهلي او من الزمالك، وكل سنه وانتم طيبين. احنا كده طول عمرنا يا رب بس الرساله دي تتنقل للجماهير على مستوى اللاعبين، على مستوى الاجهزه الفنيه، على مستوى الاجهزه الاداريه، كله بيحب مصر اولا، وعلشان بيحب مصر بيحبوا بعض. واحنا انت زي ما انت شايف مع كابتن كريم، مع كابتن احمد الكاس، مع كابتن اسامه نبيه، مع كابتن طارق مصطفى، كل النجوم سواء من اسكندريه او من الزمالك او من كل الانديه، احنا حبايب واصحاب واخوات. يا رب الرساله توصل. Thank you.